منتخب مصر حقق تألق عالمي في منافسات بطولة موسكو الدولية للفروسية وتمكن من تحقيق ذهبية الفرق، بجانب كمان انه حصد المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الفردي. احنا معانا دلوقتي على التليفون الكابتن هاني مجدي رئيس بعثة منتخب مصر ببطولة موسكو الدولية للفروسية. كابتن صباح الفل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا اهلا بيك يا فندم، والف الف مبروك طبعا المراكز سواء بالنسبه طبعا للفرق او الفردي، لكن لو حضرتك تكلمنا اكتر عن التجهيزات لهذه المنافسات وتشرح لنا طبيعه المنافسات في هذه البطوله. اولا صباح الخير على حضراتكم جميعا، بتشرف ان انا طبعا في التلفزيون وبرنامج صباح الخير. واولا فعلا بعدي الفوز الكبير اللي احنا كنا يعني شرفنا بلدنا مصر، السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة المصرية بصفة عامة ورياضة الفروسية بصفة خاصة، وده حقيقي. يعني السيادة الرئيس مدي كل الدعم الكامل للفرق والمنتخبات، ده اللي خلانا يعني في وضع قوي جدا جدا، في منافسة قوية جدا في بطولة موسكو يا فندم. بطولة موسكو احنا بنحضر لها الاتحاد المصري الفروسية بقيادة الدكتور اسماعيل شاكر بقالنا حوالي 3 شهور علشان نقدر نعمل معسكر تدريبي للفرق زي ما حضرتك شايف في الصور. الحمد لله عملنا معسكر تدريبي كبير جدا على مستوى 3 شهور، وكان معانا مدربين على مستوى عالي، دكتور مصطفى ادريس ماسك الفريق، مدير فني نوران عزام، فريق كبير جدا من عناصر مميزه قوي الحمد لله. زي ما حضرتك شفت الصوره، يعني احنا رفع علم مصر ده كان بالنسبه لنا حضرتك يعني حاجه كبيره جدا 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 ان احنا راجعين كسبانين البطوله يا فندم الحمد لله. طيب بالنسبه للاعبين الفردي اللي قدروا يحققوا في منافسات البطوله، لو تكلمنا كل واحد عمل ايه وقدر يوصل لايه؟ هو حضرتك طبعا يعني سؤال مهم جدا. طبعا بالنسبه للفردي ده يبقى عليهم حضرتك ستريس جامد جدا. عندنا الست المقدم رامي هاملت في كليه الشرطه، يعني فارس مميز وكبير جدا على مستوى اللعبه دي اساسا. اللعبه دي طبعا دي مصر مميزه فيها منذ قدم انتقاط الاوتاد دي. احنا يعني مصر دي متقدمة يعني الحمد لله على مستوى عالمي كبير جدا فيها، وبيتعمل حساب جدا لمصر في اي بطولة فعلا. يعني موسكو حضرتك لو شفتي ده رئيس الاتحاد الدولي بيكرم راني بيه هاملت، لان حضرتك البعثة عندنا زي ما حضرتك بتقولي التدريب بتاع الفردي مهم جدا، لانه عايز نوع من الـ يعني مش قادر اقول حضرتك التركيز العالي جدا جدا جدا، لانه بيعتمد على نفسه لوحده غير الفريق بالكامل. فالحمد لله تم تدريبهم على اعلى مستوى. وعندنا طبعا في الفردي برضو المقدم محمد المجوري من القوات المسلحه برضو يعني مميز، واحمد بكره مش عايز انسى الاسماء، وعادل شنواني ورموز توحيد، فريق كبير جدا يا فندم. وعايز اقول لحضرتك حاجه بس مهمه جدا في الموضوع ده، ان احنا يمكن كنا الفريق بتاعنا اصغر فريق سنا، يعني الفرق الكبيره اللي موجوده فرق كبيره سنا قوي، انما الفريق بتاعنا كان مميز، ويعني تم تقدير كل الاحترام ليه من جميع الدول يا فندم. طيب ده عظيم جدا، بس انا كنت اسمع كابتن انه الفرق اصعب من الفرد. الفرق صعبه جدا. انا كنت اسمع لك حضرتك دلوقتي بتقول ان الفرد الفردي يا فندم زي ما بقول لسيادتك، الفردي عايز تركيز للفارس شخصيا هو، يبقى نتيجته يعني مركزه عليه، فعايزه تركيز غير طبيعي. الفرق تركيز قوي جدا، لان الفريق كله حضرتك مش هياخد وتد من الارض، او مش هي يعني مش هيبقى مميز هيضيع الفريق كله. صحيح. فهم برضه لازم يكونوا كلهم بيتعلموا في التدريب ان هم يخشوا كلهم في خط مستقيم واحد، عارفين الاوتات تتاخد منين، عارفين الكوابيل، حاجات في الفروسيه طبعا يعني كده المصطلحات بتاعتنا تبقى معروفه ازاي تتاخد بسرعه معينه يا فندم. وفي نقطة تانية عايز أقول لسيادتك عليها برضو مهمة، المنتخب طبعا واجه شوية يعني صعوبات شوية بالنسبة للخيول اللي هي اللي في موسكو، لأن طبعا الخيول عالية شوية على البطولة العالية حجما، لأن دايما بطولة الأوتاد أو الكلة بتبقى معروفة إنها تبقى خيول حجمها مش كبير، بحيث يقدر إن هو يلتقط الوتد بالسيف أو المزراء اللي هو بيبقى ماسكه في إيده. فطبعا دي كانت مشكلة بالنسبة لنا، لان الخيول دايما العربيه عندنا قصيره القامه مش زي الخيول الاجنبيه اللي بره. لكن اكيد اتدربت عليها. لا يا فندم طبعا الفريق بتاعنا قوي جدا الحمد لله. طيب الحمد لله. وتغلب عليها واقلم نفسه عليها يا فندم على طول. يعني اول مره اعرف ان احنا مش بنسافر بالخيول بتاعتنا، انا متخيله ان كل فارس بيتحرك بحصانه. بص حضرتك، ده تحدي جديد اعتقد. يعني مظبوط مظبوط يا فندم. الموضوع ده دايما حضرتك في بعض الدول
بيتعمل زي قرعه للخيول كل الدول، بس مش احنا يا فندم في بطوله موسكو الدوليه ما كانش معايا خيولها، احنا الخيول دي كانت مستعاره من روسيا، وبيتعمل زي قرعه للفرق كلها، بيبتدي كل فريق يسحب رقم الجواد بتاعه، قرعه بدون معرفه الحصان، كل واحد بقى يعني وحظه في الحصان، اذا كان بيطلع حظه حصان كويس جدا، ممكن حصان معاند، حصان مش ماشي كويس. طبعا انت عارفه رياضه الفروسيه هي رياضه بتعتمد على فارس وحصان، مش طبعًا مش بني ادم ومضرب، فبالنسبه لها طبعا بتبقى نوع من الصعوبه شويه ان احنا نقدر نتاقلم على الحصان. مفيش يعني في البعثه ركبت الحصان اول يوم، اتاقلموا عليه، بداوا يشتغلوا عليه، بداوا هم يدربوه، الفريق بتاعنا بدا يدربوا الخيل على نفسهم شويه، ودي يعني الحمد لله كانت اشاده من الاتحاد الدولي للفروسيه لالتقاط الاوتاد على ان الفريق المصري نفسه حضرتك فعلا يعني تاقلم على الخيول بهذه السرعه وادى الى احسن نتيجه، زي ما حضرتك شايفه احنا اخذنا نتيجه كبيره جدا يا فندم. كابتن هاني مجدي رئيس بعثه منتخب مصر ببطوله موسكو، الصور شكلها يفرح، ويعني حقيقي سعداء جدا بحضرتك بتقدموه، كل الشكر ليكم. شكرا يا فندم، وعايز اقول حاجه ثانيه برضو حضرتك، يعني في الاخر بوجه الشكر طبعا لمعالي وزير الشباب والرياضه ومعالي وزير الداخليه ان هو يعني استقبلنا استقبال مشرف جدا في المطار، وتم التوجيه من سيادته لاداره اتحاد الشرطه واداره الخدمات بالشرطه ان هم يستقبلونا في المطار على اكمل وجه يا فندم، وده اللي احنا متعودين عليه من مصر بلدنا يا فندم، الحمد لله. كل التوفيق لحضرتك يا فندم، ومره تانية الف مبروك لحضرتك وللفريق طبعا المشارك، وبالنسبه للعيبه في حصولهم على هذه المراكز المتقدمه، المراكز الثلاثه الاولى في منافسات الفردي وايضا الذهبيه بالنسبه للفرق.